حصان يوسف. شفنا في الاستوديو مشاهدينا الكرام واصحابنا في مصر والعالم العربي، اهلا ومرحبا بكم وحلقه جديده من برنامج العباقره. برنامج العباقره اصحاب يقدم اليكم برعايه من يهتم بالتعليم في مصر، البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر. في الموسم الثالث من العباقره اصحاب، مين يا ترى اللي هيفوز بكاس البطوله؟ ومين اللي هيحصل على لقب افضل لاعب؟ ومين هو الصاحب المثالي؟ أما المكسب الأكبر إن كل إجابة صحيحة في بطولة العباقرة أصحاب هتساوي مبلغ نقد. في مرحلة المجموعات كل نقطة ب 1500 جنيه وهيتضاعف الرقم وصولاً للمباراة النهائية. جميع المبالغ المالية في نهاية الموسم سوف تستثمر لرعاية أبطال مصر الرياضيين. العباقرة بشراكة البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. في الحلقات اللي فاتت أصحابنا العباقرة جمعوا 6,465,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لرعاية أبطال مصر الرياضيين. تعالوا نشوف أصحابنا العباقرة النهاردة هيوصلوا المبلغ لكام. النهاردة عندنا مباراة في المجموعة الثالثة واللي بتضم فريق النيل في صدارة المجموعة بست نقاط و300 نقطة إجابات صحيحة. في المركز الثاني فريق فايترز بست نقاط و290 نقطة إجابات صحيحة. في المركز الثالث فريق سفراء مفيش نقاط و230 نقطة إجابات صحيحة. في المركز الرابع فريق ثلاث سبعات مفيش نقاط و130 نقطة إجابات صحيحة. أول فريق مشرفنا في الاستوديو فريق قوي معاهم ست نقاط من ماتشين، أملهم الصدارة، المحاربون من الإسكندرية لعب كلها فريق فايترز. طبعا كانت مفاجأة كبيرة لناس كتير من اللي يعرفوني لما شافوني في الحلقتين اللي فاتوا. الحمد لله كانت ردود فعل يعني حلوة قوي على الأداء في الحلقتين اللي فاتوا، وإن شاء الله نفضل على نفس المستوى ده للنهائي. الحمد لله بنشكر ربنا على الستة بونت بتوع الماتشات اللي فاتت. كان ليا الشرف ان انا افوز بلقب افضل لاعب بالمناسبه مع زميلتي موجة نيازي في الماتش اللي فات. ان شاء الله افضل على نفس المستوى علشان اقدر اشارك في حلقه افضل لاعب في الموسم. احنا الحلقه اللي فاتت قدرنا نكسب وده ضمن لنا الصعود لدور الثمانية. جايين النهارده باعصاب اهدى عشان نلعب على صداره المجموعه اللي ان شاء الله تدينا دفعه قويه ان احنا نكمل في الماتشات اللي جايه ونوصل للنهائي. رغم فوزنا الماتشين اللي فاتوا حسينا ان احنا عندنا مشكله في اسئله الادب، فاستعدينا ان شاء الله بشكل مختلف وباذن الله نتغلب على المشكلة دي في ماتش النهاردة ونظهر بشكل أفضل. فريق فايترز الحمد لله على السلامة. الله يسلم حضرتك. ألف مبروك، ست نقاط. الحمد لله. والتأهل لدور الثمانية. الحمد لله رب العالمين. ازيك يا شيرين؟ الحمد لله. كله كويس؟ الحمد لله. عبد العزيز صبري ومهجة، أنتوا الاثنين حصلتوا على 50 نقطة كل واحد فيكم الماتش اللي فات. الحمد لله. تحييهم هما الاثنين. مهجة، ازيك يا مهجة؟ الحمد لله. ازي حضرتك؟ عبد العزيز قال عليك جاسوسة النهاردة. محترف أجنبي. ليه بس؟ قال أجنبية، ما هو اسكندرانية كلهم، وانت جيتي من القليوبية دخلتي عليهم فاعتبروكي بقى جاسوسة ولا ايه؟ مهجة جاهزة الماتش النهاردة؟ ان شاء الله بإذن الله. طبعا المكسب يعني الصدارة ان شاء الله. اسلام، ازي حضرتك؟ ازيك يا اسلام؟ الحمد لله تمام. احساسك ايه؟ احنا النهاردة جايين بنستمتع، مش فارقه معانا، احنا اخدين عهد على بعضنا ان احنا جايين نلعب ست ماتشات ان شاء الله. النهارده الماتش الثالث، فاضل لنا ثلاثه، هنوصل مع بعض لحد ما نلعب السادس. وربنا يستر على الثقه دي قوي ان شاء الله. بس بتقلقني. ما هي بتقلقنا احنا كمان. ما فيش حد بيقول كده وبيكمل. ربنا يستر. فالنبي ما تقول كده عشان خاطري. ان شاء الله. العباقره مالوش كبير، احنا بنحاول نلعب السته. ايوه، ان شاء الله. برافو عليك. احنا بنحاول نلعب السته، نتمنى نلعب السته ان شاء الله باذن الله. تمام. هنلعب بقى سته سبعه. لا، اصل بدايتها من الدور الثمانيه ضرب نار خلاص. ربنا ييسر الحال ان شاء الله. الهزار خلص. الحمد فريق لله. فايترز بتمنى لكم كل التوفيق. نحيي كلها فريق فايترز. اما الفريق الثاني واللي مشرفنا في الاستوديو فريق الخبره صاحب المركز الاول، مكسب النهارده هدف في طريق تحقيق البطولة، شريان الحياة، نلعب كده فريق النيل.
الماتش اللي فات ما كنتش راضي عن ادائي، بس استعديت بشكل اقوى بحيث اظهر بصوره افضل في الماتش ده، وان شاء الله نصعد للدور الثمانية بالتسع نقاط. النهارده ماتش حاسم ومهم عشان المجموعه، وباذن الله تيم مستعده كويس وان شاء الله نكسب صدر المجموعه. النهارده اول ماتش انزله اساسي، الماتشات اللي فاتت كنت بنزل من الفقره الثانيه، طبعا الاحساس مختلف، المسؤوليه زادت، وان شاء الله كنت في كامل تركيزي ونقدر نحصل على اكبر نقاط ممكن. للاسف الماتشين اللي فاتوا ما قدرتش اشارك، كان عندي بعض الظروف منعتني من المشاركه، ولكن ان شاء الله النهارده الفريق معتمد عليا بشكل كبير في التاريخ، وباذن الله اكون اضافه لي. فريق نيل الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. ازيك يا ابتسام؟ الحمد لله بخير. اخبار الفريق ايه؟ احكي لي. الحمد لله كويس، استعدوا يعني الحمد لله بخير. ابتسام نفسها تتكلم بس مش قادره. مش قادره على اللي حصل النهارده. ايه يا ابتسام احكي لنا ايه اللي حصل النهارده؟ ما فيش، الفريق يعني ايه الظروف، بس الحمد لله اتجمعنا يعني، وان شاء الله نلعب زي اصلته. منتخب كل واحد جاي من محافظه، وكل واحد جاي من فيلم، وصبح عامل مشاكل رهيبه. كابتن فريق مزعج صح؟ حقيقي، ده حقيقي ومرعب. لا ما فيش. الماتش اللي فات كسب افضل لاعب ب 90 نقطه، نحيي كلنا 90 نقطه. انت بتفصل معانا؟ انت جاي تفصل مع الاعداد؟ 90 نقطه. ازيك يا صبح؟ الحمد لله. ايه حكايه الدكتاتور احمد صبحي دي بقى؟ دكتاتور ده انا من تعبهم سبت لهم جروب، الجروب بتاع الفريق وسبته ومشيت. دكتور ايه يا راجل؟ يعني انت عملت الجروب وبعد كده سبته ومشيت؟ انت اللي عملته طبعا. الاول الحمد لله. صبح ماتش النهارده انا في رايي انه مهم جدا. اكيد طبعا. ليه؟ صدارة المجموعة تفرق طبعا. فريق النيل بتمنى لكم كل التوفيق، حي كلها فريق النيل. العباقرة أصحاب في الموسم الثالث ست فقرات، العلم، المعرفة، الفنون، تحت الضغط، ضربات الجزاء، وعجلة الحظ. وأول حاجة هنبتدي بيها هي سؤال السرعة. سؤال السرعة. والسؤال هو: إحدى مدن دولة جنوب إفريقيا تلقب بالمدينة الأم، فما هي؟ لأن الأساطير في الدولة بتقول إن إنجاز أي مشروع في المدينة بيستغرق حوالي 9 شهور. يوهانسبرغ. يوهانسبرغ إجابة خاطئة. شيرين. كيب تاون. كيب تاون طبعا إجابة صحيحة. شيرين من حقك تختاري مين اللي بتدي الأول. عمر. فريق النيل هتبتدوا الأول، وأول فقرة هي فقرة العلم. العلم. فقرة العلم 4 أجزاء: جغرافيا، تاريخ، أدب، وعلوم. النيل إمتى شكر؟ تاريخ. اتفقنا. جغرافيا. والسؤال هو: إليماني هي ثاني أعلى قمة جبلية بإحدى دول أمريكا الجنوبية، فما هي؟ على ارتفاع 6400 متر متغطية بالتلج، جبل مقدس عند أهل الدولة دي. شيلي. صبح موافق؟ ما عندكش الإجابة. شيلي إجابة خاطئة. فايترز هناخد منكم إجابة حالا. إسلام. الإكوادور. الإكوادور 10 نقط. إجابة مين؟ إسلام. إسلام إجابة خاطئة. ركزوا في المعلومة اللي هقولها، علشان المعلومة اللي هقولها ب10 نقط. 4 اختيارات: الأرجنتين، بوليفيا، البرازيل، باراغواي. صبح إجابتك؟ أرجنتين. ليه ما استنيتش أقول لك معلومة؟ لأن البرازيل والباراغواي ما فيهمش قيم تصل 6000 متر. تقع في جنوب لاباز. صبح للأسف الشديد إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة بوليفيا. ناقص 5 نقط فريق النيل. فريق فايترز عندنا سؤال في الجغرافيا، وإمتى الجوكر؟
ربنا يسهل. لسه جوكر ربنا يسهل ان شاء الله. لسه جغرافيا. والسؤال هو جلوما هو اطول نهر باحدى الدول الاسكندنافيه، فما هي؟ طول النهر حوالي 620 كيلومتر، مصدر رئيسي للطاقه الكهرومائيه في شرق الدوله دي. عبد العزيز اجابتك. الدنمارك. اجابه خاطئه. نروح للنيل، فرصه 10 نقط. محمد سليم. سويد. اجابه خاطئه. اربع اختيارات بزائد 10 او ناقص 5. فنلندا، ايسلندا، النرويج، بلغاريا. طبعا احنا استبعدنا حاجه، ولكن عندنا مشكله في ثلاث اختيارات. استبعدنا ايه في الاول؟ بلغاريا. برافو عليك، مش دوله اسكندنافيه. تمام. فضل عندنا ثلاثه، فنلندا وايسلندا والنرويج. اجابتك النرويج. شوف الجمهور سقف، يعني الاجابه صحيحة إن شاء الله. عبد العزيز أول 10 نقط، إجابة صحيحة. فعلاً النرويج. 10 فايتلز ناقص 5 النيل. وسؤال في التاريخ، وحان معاد الشوكر. تاريخ والسؤال. في أي دولة عربية وقعت معركة اللاترون عام 1948؟ فلسطين. هي كانت سلسلة اشتباكات عسكرية بين القوات الأردنية والعصابات الصهيونية، وكان انتصار مشرف وعظيم للقوات الأردنية في فلسطين. إجابة صحيحة. 20 نقطة مهمين جدا. 15 النيل، فايترز 10، وسؤال في التاريخ. تاريخ والسؤال هو، في عهد أي رئيس وزراء مصري تم إلغاء صندوق الدين عام 1940؟ هو الصندوق ده تم إنشاؤه سنة 1876 بعد عجز الخديوي إسماعيل عن سداد أقساط الديون على مصر للبنوك الأوروبية. طبعاً ده كان من أسباب عزله وبداية الاحتلال البريطاني لمصر. عبد العزيز إجابتك. مصطفى النحاس. إجابة خاطئة. النحاس جه في 42. أيوة. بعد حادثة 4 فبراير. صبح مش هتخسر حاجة. نقراشي. النقراشي. طبعا النقراشي إجابة خاطئة. أربع اختيارات بزائد 10 أو ناقص 5. أحمد ماهر، حسين سري، علي ماهر، حسن صبري باشا. يا شيرين بتشاوري على إيه؟ حسن صبري. طبعا حسن صبري باشا. ليه ما دوستيش على البازر؟ خساره جدا، كنت هتاخدي 10 نقط. ارد لك. دلوقتي عندنا سؤالين في الادب. اول سؤال النيل، ادب. والسؤال هو، من هو الروائي المصري المعاصر مؤلف كتاب غرفه 304؟ 12 في 2019. تجربة شخصية للمؤلف بيناقش فيها مفهوم الأبوة من كافة الجوانب. كتاب مهم جدا. مفيش إجابة. ابتسام. نعم. أنا متشوق إن أنا أعرف مين اللي كتب غرفة 304. أنا مش عارفة، بس أنا قلت
مصر معاصر، فاقول بقى عمر طاهر عشان انا عارفه عمر طاهر معاصر، بس مش هو اللي عامل. طيب ابتسام، اجابه خاطئه. في اجابه شيرين. صنع الله ابراهيم. صنع الله ابراهيم؟ لا خالص، اجابه خاطئه. اربع اختيارات بزائد 10 او ناقص 5. احمد شفعي، عمرو عزت، هيثم الورداني، محمود خير الله. محمود خير الله؟ قال لي مش محمود خير الله. ايوه بالظبط كده، حسن عروس صوت واضح في الاستوديو وبيقول عمرو عزت. حسن عروس، اجابه صحيحه. دلوقتي عندنا سؤال في الادب، فريق فايترز تاخد الجوكر، حظكم حلو. السؤال ده صعب فعلا، ادب. والسؤال هو: الظلال المحترقه هي روايه الكاتبه باكستانيه، فمن هي؟ اتنشرت 2009، اترجمت للعربيه في 2012. لا انا مش طالب. بتجسد ماساه العالم المعاصر بعد الحرب العالمية الثانية والصراعات الحدودية اللي حصلت بعدها، زي مثلا كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية. لو انا دوست غلط اصلا. دوستي غلط؟ ايوه. اصل ان انت تألفي اسم، فده يعني بصي بقى من رابع المستحيلات. انا انبهرت ان هي داش موجة. اجابتك؟ مفيش اجابة، انا دوست غلط. مفيش ايدي جاد غلط اصلا على البلد. طيب موجة، إجابة خاطئة. الجارديان قالت عنها رواية تخطف الأنفاس، breath taking. فيش إجابة. أربع اختيارات بزائد 10 أو ناقص 5. منيزة شمسي، جوخة الحارثي، كاملة شمسي، أروندتي روي. طبعاً الأربع أسماء زي بعض بالظبط. حد عنده إجابة من الجمهور؟ آية، إزيك يا آية؟ إزاي حضرتك؟ أنا كويس الحمد لله. عندك إجابة ولا تخمينة؟ تخمينة. يا سلام، تخمينتك إيه؟ كاملة شمسي. محظوظة، هي فعلاً كاملة شمسي. النتيجة طبعاً 15-10 في مباراة صعبة والأسئلة صعبة، وإحنا عارفين إن الأسئلة صعبة علشان بنحاول إن الصدارة تروح لمن يستحق. دلوقتي عندنا آخر سؤالين في الفقرة في العلوم، وأول سؤال النيل علوم، والسؤال هو: ما هي القارة التي تعد الموطن الأصلي لحيوان الدب أبو النظارة؟ ده الدب الوحيد في القارة دي، اتسمى كده بسبب الحلقات البيضة والصفرة اللي على عينيه اللي بتشبه النظارات الكبيرة. وزن الذكر 175 كيلو والأنثى 70 كيلو جرام. ابتسام، إجابتك؟ آسيا. إجابة خاطئة جدا. إجابة خاطئة. في إجابة؟ أستراليا. أستراليا، أستراليا فكرتي، ولكن إجابة خاطئة. أربع اختيارات بزائد 10 أو ناقص 5. أمريكا الشمالية، القطبية الجنوبية، أمريكا الجنوبية، أوروبا، في غابات الأنديز. اتخطف البازر، سرعة البديهة. إجابتك؟ أمريكا الجنوبية. طبعا، إجابة صحيحة، أمريكا الجنوبية. 10 نقط خطفهم عبد العزيز، غير النتيجة 20 فايترز 15 النيل. آخر سؤال في الفقرة لفايترز الجوكر. السؤال اللي جاي سؤال مهم علوم، والسؤال هو: ساهم العالم
جيمس إيفنز في اكتشاف أقدم خريطة للسماء في التاريخ بإحدى المحافظات المصرية عام 2022. فما هي؟ الخريطة دي بترجع لعالم الفلك هيبرخوس الإغريقي، اكتشفوها في مخطوط يعود تاريخه للعصور الوسطى. إسلام جابر، إجابتك؟ أظن إنها في اسكندرية. إسلام، طبعاً إجابة خاطئة. في إجابة؟ خلاص. إسلام، إجابتك؟ لوكسور. ابتسام، إجابة خاطئة. أنا واخدة إجابة خاطئة فعلا النهارده. أربع اختيارات بزائد 20 أو ناقص 10. جنوب سيناء، شمال سيناء، البحر الأحمر، مطروح. في دير سان كاترين. محمد سليم خطف 20 نقطة. إجابتك؟ شمال سيناء. جنوب سيناء. لا لا، ده انا اديتك هديه والله. قصدي انك جبت سينا. اديتك هديه. يا نهار ابيض. محمد سليم طبعا طبعا جنوب سينا. اجابه خاطئه. خطفت البازر وكان عندك وقت. ما انا الخطف اضطرتني نسيتني الاجابه. كان عندك وقت. بص، حظك حلو ان ده ماتش مش مصيري، مهم ولكن مش مصيري. بتكتسب من وراه خبرة. خير خير. النيل من 15 بقيته 5، فايترز 20. النتيجة وحشة جدا على مباراة ما بين فرقتين على الصدارة. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة المعرفة والعباقرة. يبقى أصحابنا العباقرة جمعوا 25 نقطة في فقرة العلم، وكل نقطة ب 1500 جنيه، بما يساوي 37500 جنيه في خزنة البنك الأهلي لرعاية أبطال مصر الرياضيين. الموسم الثالث عباقرة الأصحاب، ومباراة مهمة في المجموعة التالتة، وهفكركم بالنتيجة. فايترز 20، النيل 5. وفريق النيل عندنا تغيير واحد بس، ساهر السمري نزل مكان محمد سليم. النتيجة صعبة والمباراة مش سهلة. الفرقتين اتأهلوا لدور الثمانية، ولكن عايزين نعرف مين في الصدارة ومين في المركز الثاني. ودلوقتي مع الفقرة الثانية، فقرة المعرفة. المعرفة. فقرة المعرفة أربع أسئلة واحد لواحد. معلومات عامة، رياضة، تكنولوجيا، وقدرات ذهنية. أول اثنين عبد العزيز وصبح. صبح وعبد العزيز. وسؤال في المعلومات العامة بعشر نقط. معلومات عامة، والسؤال هو: البراق هو أول قطار فائق السرعة في إفريقيا، ففي أي دولة يوجد؟ دولة في شمال إفريقيا. تم افتتاحه في 2018. سرعته بتتخطى 320 كيلومتر في الساعة. أسرع قطار في إفريقيا. إجابتك؟ تونس. تونس، إجابة خاطئة. طول الخط الحديدي فائق السرعة 350 كيلومتر. إجابتك؟ المغرب. من طنجة إلى الدار البيضاء. إجابة صحيحة. الملك محمد السادس سماه البراق نسبة إلى دابة الرسول في ليلة الإسراء والمعراج. النتيجة اتغيرت، النيل 15، فايترز 20. موجة نازلة في الرياضة وده الطبيعي. ساهر،
حاول تخطف العشر نقط. الرياضة والسؤال هو: من هو أكثر لاعب عربي تسجيلاً للأهداف في تاريخ الدوري الفرنسي لكرة القدم؟ طبعاً حتى عام 2022 لاعب جزائري 85 هدف في 247 مباراة. إسلام سليماني؟ إسلام سليماني إجابة خاطئة. بيلعب في فريق نانت. موج عندك إجابة؟ مفيش إجابة. الإجابة الصحيحة أندي ديلور. هارد لك، تفضل. سؤال الثالث، شيرين وآية، آية وشيرين، وسؤال في التكنولوجيا. تكنولوجيا والسؤال هو: في أي من دول شرق آسيا يقع المقر الرئيسي لشركة الإلكترونيات HTC؟ الصين؟ مش الصين، إجابة خاطئة. اتأسست 1997، بتصنع لابتوبس وكمبيوترات موبايلات. تايوان؟ تايوان إجابة صحيحة، برافو عليك. إيراداتها في 2021 173 مليون دولار. 25 النيل، فايترز 20، ابتسام وإسلام، إسلام وابتسام. قدرات ذهنية والسؤال هو: حل مسألة الآتية: 157 في 3 زائد 44 في 8 يساوي كام؟ فات 5 ثواني. إجابتك 3113. جبتي الرقم ده منين؟ إجابة خاطئة. إسلام 828 828. إجابة خاطئة 823 823. هارد لك يا إسلام. النتيجة في نهاية الفقرة: فريق النيل 25، فريق فايترز 20. ودلوقتي مع الفقرة الثالثة، فقرة الفنون. الفنون، فقرة الفنون، 4 أسئلة: سينما ومسرح، أغاني موسيقى، لوحات ومعالم، وسرعة البديع. أسئلتنا هتعتمد على السرعة. سينما ومسرح، والسؤال هو: من هي الفنانة اللبنانية التي قامت بدور ديدي في فيلم المولد؟ إجابتك إيمان. إيمان إجابة صحيحة. بطولة عادل إمام، يسرى، عبد الله فرغلي، أمينة رزق، ونور الدمرداش. النتيجة 35 النيل، 20 فايترز. أغاني موسيقى، والسؤال هو: كده هي أغنية الفنان مصري راحل، فمن هو؟ طلعت زين. طبعا طلعت زين، ده لحن عالمي أعاد توزيعه طارق مدكور، ومن كلمات عادل عمر. إجابة صحيحة، طلعت زين هي الإجابة الصحيحة. وكده نتيجة 30 فايترز، 35 إني. لوحات ومعالم، والسؤال هو: لوحة باي ذا سي شور هي الفنان فرنسي، فمن هو؟ باي ذا سي شور رسمها 1883. كلود مونييه. إجابة خاطئة. تجمع بين الأسلوب الانطباعي والأسلوب الجاف، في إجابة؟ بيير أوغوست رينوار.
آخر سؤال في الفقرة، السؤال اللي جاي سؤال يعتمد على المعلومة، سرعة البديهة. والسؤال هو: كم عدد النجوم على علم دولة الرأس الأخضر؟ 9. 9 إجابة خاطئة، مش 9، 7. 7. صبح كام؟ 8. 10. كل جمهور عمل كده، 10. 10 والله 10. عبد العزيز إجابة خاطئة. طبعاً العشرة دول بيمثلوا الجزر الرئيسية اللي بتكون الدولة. النتيجة في نهاية الفقرة: النيل 35، فايترز 30. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة تحت الضغط والعباقرة. وبكده أصحابنا العباقرة جمعوا 40 نقطة في فقرة المعرفة والفنون، وكل نقطة ب 1500 جنيه بما يساوي 60,000 جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 97,500 جنيه في خزنة البنك الأهلي لرعاية أبطال مصر الرياضيين. أصحاب الموسم الثالث ومباراة الصدارة في المجموعة الثالثة، وأفكركم بالنتيجة: فريق النيل 35، فريق فايترز 30. وفايترز عندنا تغيير، طه الغرباوي نزل مكان إسلام جابر، وتغيير في النيل، فاطمة رفعت نزلت مكان آية خالد. ودلوقتي مع الفقرة الرابعة، فقرة تحت الضغط. تحت الضغط. فاطمة وطاها، طاها وفاطمة. طاها هتروح تسمع أغنية وترجع لنا تاني. فاطمة تعالي مكاني. استعدتي تحت الضغط؟ يعني الأسئلة سهلة مش صعبة. تمام. كل اللي احنا عايزينه انك تركزي. حب. وعايز الإجابات بصوت واضح عشان أقولك صح ولا غلط، بس الأسئلة سهلة بجد. طاها تمام؟ تحت الضغط كاونتر. تقع صحراء طهار في باكستان ودولة آسيوية أخرى، فما هي؟ أوزبكستان. غلط. أديبة مصرية راحلة وألفت رواية الباب المفتوح، فمن هي؟ هدى بركات. غلط. ما هو حاصل ضرب 100 في 25؟ باص. فنان راح القمة بدور إبراهيم حمدي في فيلم في بيتنا رجل، فمن هو؟ محمود ياسين. غلط. من هو الفتى السوري الذي قتل الجنرال كليبر؟ سليمان الحلبي. صح. ما عاصمة دولة كرواتيا؟ باص. ما هو العدد الذري للعنصر المغنيسيوم؟ 18. غلط. في أي دولة أوروبية يقع مقر رئيسي منظمة الأوبك؟ هارجة. إجابة واحدة من 8. فعلاً كنت تحت ضغط النهاردة. هارد لك يا سليم. عايزين طه ينضم لينا، نشوف طه هيعمل ايه. والله ده في أسئلة كانت سهلة جدا. لا ما عارفة. ما تاخدش ثانية وتتجاوب. طه تعالى مكان. عايز تعرف ايه اللي حصل ولا لا؟ مش عايز. هبلكش. طيب جاهز؟ لا برضه باص يعني. طمنتني. تحت الضغط كاونتر. تقع صحراء طهار في باكستان ودولة آسيوية أخرى، فما هي؟ الهند. صح. أديبة مصرية راحلة وألفت رواية الباب المفتوح، فمن هي؟ باص. ما هو حاصل ضرب 100 في 25؟ 2500. صح. فنان راح القمة بدور إبراهيم حمدي في فيلم في بيتنا رجل، فمن هو؟ باص. من هو الفتى السوري الذي قتل الجنرال كليبر؟ سليمان الحلبي. صح. ما عاصمة دولة كرواتيا؟ كييف. غلط. ما هو العدد الذري للعنصر المغنيسيوم؟ 33. غلط. في أي دولة أوروبية يقع المقر الرئيسي لمنظمة الأوبك؟ باص. بقيت حاوي هي أغنية لإحدى الفرق المصرية، ومن هي؟ تعالى بكل. ثلاث إجابات صح من 9،
وإجابة واحدة بس صح من 8. تعال نشوف الأسئلة اللي ما تجاوبتش. أديبة مصرية راحلة مؤلفة رواية الباب المفتوح هي طبعا لطيفة الزيات. مين اللي عمل دور إبراهيم حمدي في فيلم في بيتنا رجل؟ طبعا عمر الشريف. عاصمة كرواتيا إيه يا باشا؟ زغرب. السؤال السابع، المغنيزيوم عدده الذري 13. 12 مش الأرقام، أنت قلت كم؟ 33. أنا قلت 18 و 33. في أي دولة أوروبية يقع المقر الرئيسي لمنظمة الأوبك؟ نمسا. أكيد في النمسا. السؤال التاسع، بقيت حاوي طبعا هي أغنية لمسار إجباري. نحيي كلها فاطمة وطا. طه وفاطمة. النتيجة اتغيرت وفريق فايترز تقدموا. طه كنتوا كام؟ لا مش 30. 30 وثلاث إجابات صح؟ 45. بقيتوا 45 و10 نقط هدية، بقيتوا 55. فاطمة كنتوا 35 وإجابة واحدة بس صح، بقيتوا 40. الفقرة اللي جاية 40 و25 و65، فريق النيل ممكن يتقدم. 55 و25، 80 هيبقى سكور كويس شوي قبل الفقرة الأخيرة. ودلوقتي مع الفقرة الخامسة، فقرة ضربات الجزاء. ضربات جزاء. شيرين وابتسام، ابتسام وشيرين، وهنشوف مين اللي هيحرز الهدف الأول. السؤال الأول، فنون، من هو مخرج فيلم فجر الإسلام؟ بطولة نجوى إبراهيم، يحيى شاهين، محمود مرسي، عبد الرحمن علي، وسميحة أيوب. حسام الدين مصطفى. حسام الدين مصطفى إجابة خاطئة. في إجابة ابتسام؟ أخمن كمال الشيخ أو عطية الشيخ. مش كمال الشيخ. رعب سيف. إجابة خاطئة. مين يا صبح؟ رعب سيف. بالظبط كده، صلاح أبو سيف. صبح وعبد العزيز، عبد العزيز وصبح. السؤال التاني، رياضة، ما هو النادي صاحب أطول سلسلة انتصارات متتالية في تاريخ الدوري الإيطالي لكرة القدم حتى عام 2022؟ 17 انتصار متتالي موسم 2006-2007. مين؟ انتر ميلان. تحت قيادة روبرتو مانشيني. الهدف الأول. طبعاً الانتر ميلان حصل على الدوري في الموسم ده 2006-2007. مهجة وفاطمة، فاطمة ومهجة. طبعاً يا مهجة انت عارفة ان لو فاطمة جاوبت صح رجعت ب 25 نقطة. السؤال الثالث، حل المسألة الآتية، 5 × 42 + 4 × 90 يساوي كام؟ 5 × 42 + 4 × 90 يساوي كام؟ 576. للأسف الشديد إجابة خاطئة. أخذ إجابة حالاً يا فاطمة، دوس على البازر. إجابتك 555. لا 500. أنت 576 وأنت 555. إجابة خاطئة، هي 570. أرضك. طه وساهر، ساهر وطه. طبعا يا طه فرصتك الوحيدة هي التعادل. السؤال الرابع، أدب القفص هي مجموعة قصصية لأديب ليبي معاصر، فمن هو؟
القفص 12,995. سبع قصص بتدور أحداثهم في الصحراء. تكون يا سلام إبراهيم الكون. إبراهيم الكوني يا سلام. طبعاً إبراهيم الكوني. القصص دي بتبين الجوانب الخفية والمجهولة في حياة القبائل. تفضلوا، مفيش غير سؤال واحد بس اللي جاوب سؤال الرياضة. انتر ميلان لأحمد صبح وخدته 25 نقطة. 65 النيل، 55 فايترز. فرقتين ماتش النهاردة، فريق النيل وفريق فايترز كسبوا الماتشين اللي فاتوا معاهم 6 نقاط، والاثنين اتأهلوا لدور الثمانية. مستوى الفرقتين النهاردة لا يؤهلهم إلى المباراة النهائية. الهدف الأول. للأسف في أسئلة كتير سهلة ضاعت مننا النهاردة، تركيزنا قليل شوية، محتاج يزيد أكتر من كده. أولاً بعتذر لفريقي على السكور اللي أنا جبته تحت الضغط. سؤال واحد من 8 أسئلة ده يعتبر لا شيء، أنا أسفة جداً ليهم. طبعاً السكور سكور ضعيف، ولكن أأمل إن الفقرة الأخيرة نحسن السكور. إن شاء الله إحنا قادرين على تعويض السكور ده في عجلة الحظ. خلينا نشوف إيه اللي هيحصل مع الفقرة الأخيرة، وكالعادة هنقول ألف مبروك، وكالعادة هنقول هارد لك. النهاردة السكور وحش جداً والمستوى مش عجب. الفقرة الأخيرة فرصة إن أنتوا تحسنوا السكور. اتفقنا؟ هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع آخر فقرة، فقرة عجلة الحظ والعباقرة. وبكده أصحابنا العباقرة جمعوا 55 نقطة في فقرة تحت الضغط وضربات الجزاء، وكل نقطة ب 1500 جنيه بما يساوي 82,500 جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 180,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لرعاية أبطال مصر الرياضيين. الموسم الثالث عباقرة الأصحاب، ومباراة مهمة في المجموعة الثالثة، وهفكركم بالنتيجة. فريق النيل 65، فريق فايترز 55. ودلوقتي مع آخر فقرة واللي هتحدد مين هيبقى أول المجموعة الثالثة ومين تاني المجموعة الثالثة، فقرة عجلة الحظ. عجلة الحظ، سؤالين لكل فريق، وأول سؤال كامل مرزوق. تفضل يا أستاذ كامل، هنشوف كامل وموضوع السؤال إيه. لفة كاملة. شكراً. فنون، سؤال في الفنون. يا ترى السؤال بعشرين نقطة ولا بثلاثين نقطة؟ عشرين. فنون، والسؤال هو من هي الفنانة التي قامت بدور نعيمة في فيلم المحفظة معايا؟ تأليف أحمد عبد الوهاب وإخراج محمد عبد العزيز، بطولة عادل إمام، سمير صبري، عمر الحريري، إبراهيم عبد الرازق. ثانية ساهر، إجابتك. معالي زايد. معالي زايد ما كانتش في الفيلم. ساهر، إجابة خاطئة. في إجابة؟ نورة. برافو عليك، إجابة صحيحة، هي فعلا نورة. النتيجة اتغيرت وفريق فايترز تقدموا، 75 فايترز، 65 النيل. السؤال الثاني إسلام جابر، اتفضل يا إسلام، وهنشوف إسلام وموضوع السؤال إيه. فنون، محدش أحسن من حد. سؤال بعشرين نقطة ولا بتاتي؟ عشرين إن شاء الله. فنون، والسؤال هو فنان راحل قام بدور العفريت مطمئنة فندي في فيلم خلي الدماغ صاحي، فمن هو؟
سامي العدل. سامي العدل، ده انت ما فكرتيش. مو ده اجابه صحيحه. بطوله مصطفى شعبان، داليا مصطفى، وخالد صالح، وانعام سلوسه. النتيجه اتغيرت، فايترز 95، النيل 65. شيماء، اتفضلي يا شيماء. هنشوف شيماء السؤال الثالث، وموضوع السؤال ايه؟ معلومات عامة. سؤال ب 20 نقطة ولا ب 30 نقطة؟ 30. دوس على البازل. سؤال ب 30 نقطة، طبعاً لو السؤال ده ما تجاوبش المباراة اتحسمت وفريق فايترز أول المجموعة الثالثة. لو السؤال اتجاوب 65 و 30 كام؟ 95. اتعادلتوا. معلومات عامة، والسؤال هو: طبيب ومترجم هو أول من تولى رئاسة بيت الحكمة في العصر العباسي، فمن هو؟ ولا في البداية هارون الرشيد لترجمة الكتب الطبية القديمة؟ ابن مأمون. صبح، إجابة خاطئة. ولما أسس المأمون بيت الحكمة ولا رئاستها عام 215 هجريا، 830 ميلاديا. فايترز في إجابة؟ تخمينه. ابن سينا. ابن سينا طبعا إجابة خاطئة. يوحنا ابن مسوية. هارد لك لفريق النيل وفريق فايترز، ألف مبروك صدارة المجموعة الثالثة. يحيى، تفضل يا يحيى. السؤال الرابع والأخير، يحيى الغرباوي. طبعاً ده غير لو فريق فايترز قرر إنه هو ياخد الريسك وياخد الجوكر في السؤال الأخير. أكيد لا، مش هتاخدوا الريسك. أكيد لا، أكيد لا. قدرات ذهنية، والسؤال هو: حل المسألة الآتية، 294 على 6 في 7 زائد 144 يساوي كام؟ 294 على 6 في 7 زائد 144 يساوي كام؟ ثانيتين، مفيش إجابة. فريق النيل في إجابة ولا فيش إجابة؟ في. إجابتك دوسي على البازر. ابتسام، إجابتك 445. 445 إجابة خاطئة. هي 400 فعلا، ولكن 487. نهاية المباراة، فريق النيل في المركز الثاني وفريق فايترز في المركز الأول. عبد العزيز صبري نفس سكور الماتش اللي فات، 50 نقطة، أفضل لاعب في المباراة. نحيي كلنا. ترتيب المجموعة الثالثة بعد ماتش النهاردة: في الصدارة فايترز العلامة الكاملة 9 نقاط، 385 نقطة إجابات صحيحة. فريق النيل في المركز الثاني 6 نقاط، 365 نقطة إجابات صحيحة. سفراء في المركز الثالث مفيش نقاط، 230 نقطة إجابات صحيحة. في المركز الرابع فريق ثلاث سبعات مفيش نقاط، 130 نقطة إجابات صحيحة. وبكده يبقى إجمالي النقط اللي حصل عليها أصحابنا العباقرة في حلقة النهاردة 160 نقطة، وكل نقطة ب 1500 جنيه بما يساوي 240 ألف جنيه، ويبقى مجموع المبلغ من أول حلقة لحد دلوقتي 6,705,000 جنيه من البنك الأهلي لرعاية أبطال مصر الرياضيين. فريق فايترز وفريق النيل، أشوفكم بإذن الله في دور الثمانية. وإلى اللقاء وحلقة جديدة مع العباقرة.